بكم إلى هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين. ملف العسكريين المخطوفين لا تقدم. هل تقع المواجهة بين مؤسسة كهرباء لبنان والمياومين؟ وكر وفر ميدانيين في العراق. لا تقدم ملحوظ في ملف العسكريين المخطوفين في عرسال، والجهود على ما يبدو تراوح مكانها وسط تضارب في المعلومات ومطالب الخاطفين. مزيد من التفاصيل في اتصال هاتفي مع الزميل بسام ابو زيد. اذا بسام، هل من معلومات جديده متوفره لديك حول ملف العسكريين المخطوفين؟ يعني كما ذكرت نيكول، لا تزال قضية العسكريين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة في خلال أحداث عرسال تراوح مكانها من دون أي تطورات دراماتيكية لها علاقة بالإفراج عنهم. ووسط تردد معلومات لا تزال غير مؤكدة حتى الساعة عن دخول دول على خط الوساطة، برز أن التحرك الذي تقوم به هيئة العلماء المسلمين في هذا المجال مرشح للتوقف بقوة وترك الأمر للدولة في المرحلة الراهنة، لا سيما وأنه بحسب مصادر الهيئة هناك من يتعمد إفشال وساطة العلماء كما قالوا. وقالت مصادر متابعة للموضوع إن محادثات هيئة العلماء مع الجهات الخاطفة في النصرة وداعش ازدادت صعوبة، ولا سيما بعد تولي أبو طلال قيادة لواء فجر الإسلام في داعش والذي كان يتزعمه عماد جمعة المعتقل لدى الجيش اللبناني، إذ أن أبو طلال وبحسب آخر المعلومات يتشدد بالمطالب وهو يعمد إلى تغييرها بين الحين والآخر لجهة عدد الموقوفين الذين يطالب بالإفراج عنهم مقابل الجنود، ولجهة المبالغ المالية التي يطلبها أيضا في مقابل هذه العملية. وقالت المعلومات إن الجهات التي تحتجز العسكريين أبلغت الوسطاء أنها تشعر أن هناك استخفافا بمطالبها، وأنه رغم ما تسميه إيجابيات من قبلها قوبلت من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان بتوقيفات جديدة وبتوجيه اتهامات لموقوفين، مما زاد في تعقيدات هذه القضية. نيكول، شكرا لك بسام على كل هذه المعلومات. ملف العسكريين المخطوفين في عرسال ومساعي الإفراج عنهم تحضر بعد قليل في السرايا الحكومي في لقاء يجمع رئيس تمام سلام ووفدا من هيئة العلماء المسلمين التي تردد أنها قد تنسحب من المفاوضات. الرئيس سلام كان التقى السفراء العرب المعتمدين في لبنان والنائب بهي الحريري. مزيد من التفاصيل مباشرة من السراي مع الزميل يزبك وهبي. إذا يزبك، هل تضعنا في أجواء السرايا الحكومي وعن لقاءات الرئيس تمام سلام؟ نيكول، عند الرابعة من عصر اليوم سيلتقي الرئيس تمام سلام وفدا من هيئة العلماء المسلمين، سيطلعه هذا الوفد على نتائج المفاوضات التي أجريها. رئيس الحكومة يعني سيتبلغ من هذا الوفد المعطيات المتوفرة لديه، وسيؤكد أمامه حرص الحكومة اللبنانية وحرصه الشخصي على إعادة العسكريين من قوى أمن داخلي وجيش لبناني إلى أهلهم وفي أسرع وقت ممكن، وهو سيستمع منهم إلى مطالب الخاطفين وما إذا كانت الدولة يعني ستبحث هذه المطالب أم لا. كذلك الأمر يعني تؤكد أوساط رئيس الحكومة أنه ماض في اتصالات بعيدة من الأضواء مع مسؤولين عرب ومسؤولين في دول إسلامية لمواكبة هذا الملف الذي لن تتخلى عنه الحكومة اللبنانية، كما أنه على تواصل بشكل دقيق وحثيث مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتابع هذا الملف مع مسؤولين في الاستخبارات التركية والقطرية من أجل إسراع في الإفراج عن العسكريين اللبنانيين. يعني هذا الموضوع كما أشرنا الحكومة لن تتركه أبدا، وهي ستنتظر ما ستسمعه من أعضاء هيئة العلماء المسلمين الذين يعني لمحوا إلى أن الحكومة اللبنانية ترفض مبدأ المقايضة كما قالوا. على صعيد آخر، التقى رئيس الحكومة قبل ظهر اليوم ممثلين وسفراء من دول العالم العربي ولا سيما من دول الخليج، أكد أمامهم على ضرورة إيفاء هذه الدول بما وعدت به من أجل إعادة بناء مخيم نهر البارد. هي قدمت نصف المبلغ ويبقى نصف المبلغ، وقال حريصون على إعادة بناء هذا المخيم حفاظا على الوضع الاجتماعي للفلسطينيين وكذلك على الإفرازات الأمنية التي قد تنجم عن عدم بنائه، ولا سيما أن هناك 60,000 فلسطيني نزحوا من مخيمات سوريا وباتوا في لبنان، آملة من الدول العربية الاستجابة مع هذا المبدأ. كذلك زارت السراي الحكومي النائبة السيدة بهية الحريري. عودة لك نيكول. شكرا لك يزبك، حدثنا مباشرة من السراي الحكومي. أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن الحل الدائم الذي يؤمن حسن اختيار الرئيس تتوفر فيه شروط تمثيل طائفته وشروط تأمين الشراكة الحقيقية يكون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين. كلام كنعان جاء في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، عرض في خلاله اقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب على دورتين. في المرحلة الأولى، وبما أن الرئيس مسيحي ويمثل المسيحيين في السلطة،
يصار إلى إجراء دورة انتخاب أولى يحق للمسيحيين الموارنة الترشح للرئاسة، فيتم اختيار المرشحين اللذين نلا أعلى الأصوات. في المرحلة الثانية، وبما أن الرئيس هو رئيس لجميع اللبنانيين، يختار اللبنانيون أجمع الرئيس من بين المرشحين اللذين نلا أعلى الأصوات في المرحلة الأولى. هذا هو جوهر المبادرة التي طرحها دولة الرئيس العماد ميشيل عون على جميع القوى السياسية في لبنان، والتي تم تجسيدها في اقتراح القانون الذي تقدم به 10 من نواب تكتل التغيير والإصلاح بالأمس، والرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور، على أمل أن تلتقي إرادات اللبنانيين الخيرة من أجل إجراء التعديل الدستوري. لقد تقدمنا باقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور سنداً لحقنا المكرس بموجب المادة 77 من الدستور، وانطلاقاً من مقتضيات الميثاق الوطني الذي كان في أساس إنشاء الدولة اللبنانية. في عين التيني، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الأوضاع الأمنية في البلاد. في التحركات المطلبية، أكد مويا بمو مؤسسة كهرباء لبنان أنهم ليسوا خارجين عن القانون بل يطالبون بتطبيق القانون. ودعوا في مؤتمر صحفي عقدوه في المبنى المركزي للمؤسسة المدير العام للمؤسسة ومجلس الإدارة والمدراء ونقابة العمال والمستخدمين للوقوف إلى جانبهم لتطبيق القانون والحفاظ على المال العام. إن من يمعن في عدم تطبيق القانون الذي صدر لينهي هذه المشكلة واستمر بتوظيف مياومين جدد هو من يجب أن يحال إلى النيابة العامة. إن من يصر على عدم إنقاذ المؤسسة والإصلاح فيها ويمعن في تدميرها ويهدر المال العام بالصفقات هو من يحال إلى النيابة العامة. إن المسؤول عن انحدار وضع المؤسسة وهي تحت سلطتكم المباشرة مدة 12 عاما هو من يجب أن يحال إلى النيابة العامة. من يرفض تطبيق القانون 181 القاضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة على اعتبار أن مجلس الإدارة الحالي لا يستطيع أن يقود المرحلة لأنه طرف في النزاع. مؤسسة كهرباء لبنان رأت أن استمرار الوضع الشاذ القائم في المؤسسة منذ حوالي الأسبوعين نتيجة قيام بعض عمال غب الطلب وجوبات الإكراء السابقين بإقفال المداخل ونصب الخيام بدأ يؤثر على أداء المؤسسة على جميع المستويات، ودعت كل المستخدمين والأجراء والمتعاقدين في المؤسسة للالتحاق بمراكز عملهم في المبنى المركزي والدوائر كافة صباح الاثنين المقبل. كما دعت مجلس الإدارة إلى عقد جلسة في حرم المبنى المركزي 9 من صباح الاثنين داعية القوى الأمنية لتأمين دخول وخروج المستخدمين وحمايتهم داخل مبنى المؤسسة المركزي ودوائرها. وجه النائب محمد قباني كتابا مفتوحا إلى رئيس الحكومة تمام سلام حول ما اسماه بفضيحة سد جنة، يتضمن المخالفات الكبيرة الفنية والقانونية والإدارية وأيضا المالية. وأكد قباني أن صلاحية إنشاء السدود محصورة بوزارة الطاقة والمياه، موضحا أن القانون لا يجيز لمؤسسات المياه إنشاء السدود. القانون بيقول يحصر القانون بوزارة الطاقة والمياه صلاحيات محددة تتناول قطاع المياه، ومنها تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المالية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والأنفاق وتقويم مجاري الأنهار. هذه معناتها أنه السدود هو من مهام الوزارة حصرا ما بيحق لأي جهة تانية تنفيذه، وبالتالي التنفيذ غير قانوني. مئات ملايين الدولارات في هذا السد وبأمور تانية كمان، بس عم نحكي عن هذا السد. ماذا يعني ونحن عم نفتش على الليرة؟ هذا يعني أننا لسنا في دولة، مع الأسف الشديد نحن لسنا في دولة، نحن في مجموعة مزارع. وشكرا لكم. في بعلبك، تعرضت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى إطلاق نار أثناء قمع مخالفة بناء في رأس العين، وفي حين حضرت قوى أخرى لمؤازرة الدورية الأولى توصل إطلاق النار على دوريتين من دون أن يصاب أحد. تتابعونا بعد هذا الفصل. داعش كان طلب 100 مليون يورو للإفراج عن فولي. في
في العراق رجم متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل رجلا حتى الموت بعدما حكمت عليه إحدى محاكمهم بالموت بتهمة الزنا بحسب ما أفاد شهود. وبعد استعادة سد الموصل شنت قوات الجيش العراقي والبشمركة الكردية عملية مشتركة لاستعادة السيطرة على ناحيتي جلولاء والسعدية في محافظة دي على شمال شرق بغداد التي سيطر عليهما مسلحو الدولة الإسلامية مطلع الشهر الحالي. وقد أكد مسؤول كردي فرض السيطرة على منطقة كوباشي الواقعة بين جلولاء والسعدية لافتا إلى مقتل عنصرين من البشمركة وإصابة 9 آخرين فيما قتل العشرات من عناصر الدولة الإسلامية. وقبل قليل نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وشهود أن ميليشيات شيعية فتحت النار داخل مسجد للسنة في محافظة ديالى العراقية ما أدى إلى سقوط 30 قتيلا على الأقل. بعد ربط وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بين محاربة بلاده تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ورفع العقوبات عن ملفها النووي، نفت وزارة الخارجية تصريحات ظريف مؤكدة أن مفاوضات قد بدأت مع بعض الدول الأوروبية لمكافحة التنظيم. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن ظريف قوله في تصريحات للتلفزيون الإيراني: إذا قبلنا بالقيام بشيء في العراق فعلى الجانب الآخر في المفاوضات أن يقوم بشيء في المقابل. في سوريا وبعد الهجوم على مطار الطبقة العسكري آخر معقل للنظام في شرقي مدينة الرقة شمال شرق البلاد والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، أرسلت القوات السورية تعزيزات إلى القاعدة الجوية، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أوضح أن التعزيزات وصلت جوا خلال الليل. ولفت المرصد إلى أن 70 مقاتلا على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا منذ الأربعاء في معارك عنيفة ضد القوات السورية في محافظة الرقة. حوار بين الجيش السوري والجيش السوري الحر على أرض القدم. أنا جاي عندك عازل ما في شيء. جمع حي القدم العسالي في جنوب العاصمة السورية الجيش السوري والجيش السوري الحر على الأرض للحوار وليس للقتال. حي القدم كان يعتبر أكبر تجمع للجيش السوري الحر قبل توقيع اتفاق المصالحة مع قوات النظام في 28 من شهر أيار من العام 2014، إلا أن الخوف لدى بعض المسلحين من فخ ما من أجل اعتقالهم إذا ما خرجوا أجبرهم على البقاء في مخابئهم. هذا الخندق مثلا ما زال يضم عددا لا بأس به من المسلحين. فادي صقر قائد الدفاع الوطني قرر كسر الحاجز النفسي مع عناصر الجيش السوري الحر ونزل بنفسه إلى الخندق بعدما طلب من عناصره الانسحاب. بدنا نغير الطلاقين من هون نحطها للجنوب باتجاه داعش نحن والشباب الدفاع الوطني. يا رب الله يسمع منك. يلا إيدنا بإيدكم. إيدنا بإيدكم يا شباب. يلا شرفوا. الله اكبر عليهم هني الغيوم اللي هتشف هدول الغيوم ما لك بحاجتهم. الله يقوينا يا غيوم ما لك بحاجتهم ابدا. نجح صقر في تطمين هؤلاء العناصر من الجيش السوري الحر، كما نجح في اقناعهم من يتوقفوا عن التقاتل فيما بينهم ويتفقوا على قتال داعش. فيما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل أجنبي من 50 بلدا توجهوا إلى سوريا منذ بدء النزاع بينهم عدد صغير من الأمريكيين. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بأن تنظيم الدولة الإسلامية هو أخطر مجموعة إرهابية واجهتها خلال السنوات الأخيرة، وحذرت من أن الشرق الأوسط يواجه معركة طويلة للأمد لإلحاق الهزيمة بها، ولا يجب الاكتفاء بمحاربتها في العراق بل في سوريا أيضا. نشر موقع جلوبال بوست الإلكتروني حيث كان يعمل الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي ذبحه تنظيم الدولة الإسلامية، نشر رسالة إلكترونية كانت تلقتها عائلة فولي قبل أسبوع من بث فيديو إعدام ابنها طلب فيها خاطفوه بفدية قيمتها 100 مليون يورو للإفراج عنه، وهددوا فيها بقتله بحسب الموقع الإخباري الأمريكي. الجهاديون بحسب الرسالة عرضوا مبادرة جيمس فولي بالعالمة الباكستانية عافية صديقي المسجونة في الولايات المتحدة ل86 عاما بسبب محاولتها إطلاق النار على جنود أمريكيين في أفغانستان عام 2008 في وقت كانت معتقلة للاشتباه بارتباطها بتنظيم القاعدة.
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقتل أكثر من 191 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في سوريا في أذار 2011، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه حصيلة القتلى قبل عام، ونددت بحالة الشلل الدولي التي تشجع المجرمين، ورأت أن من المشين أن لا يثير الوضع الصعب التي يعاني منه الجرحى والنازحون والمعتقلون وعائلات القتلى والمفقودين المزيد من الاهتمام على رغم معاناتهم الجسيمة. تتابعون بعد هذا الفاصل. 36 قتيلا في اصطدام حافلتين سياحيتين في مصر. أهلا بكم من جديد. تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين في غارات على كل من دير البلح وقرب مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته قصف 20 هدفا في القطاع منذ ليل الخميس الجمعة من دون إضافة تفاصيل. إلى ذلك تم إعدام 18 فلسطينيا تتهمهم فصائل فلسطينية بالتعاون مع إسرائيل في مدينة غزة، وفق ما أكدت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس وشهود. أصدر حاكم ولاية ميزوري الأمريكية جاي نيكسون أوامره لقوات الحرس الوطني بالانسحاب من بلدة فيرجنسون التي شهدت اضطرابات مع انحسار التوترات بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات ذات الصبغة العنصرية بسبب مقتل شاب أمريكي إفريقي مايكل براون. وكانت الاحتجاجات التي جرت ليلة أمس منظمة لليوم الثاني على التوالي، وعاشت البلدة الواقعة في منطقة سان لويس أهدأ ليلة لها منذ مقتل براون في 9 من آب الجاري. وعلى الرغم من نزول العشرات إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، دعا مايكل براون والد الشاب القتيل الذي يحمل نفس الاسم في مقابلة تلفزيونية مع CNN، دعا الناس إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية. عبرت أول 10 شاحنات من قافلة المساعدات الإنسانية الروسية لشرق أوكرانيا الحدود ووصلت إلى الجمارك الأوكرانية، وذلك بعدما أوقفت عند الحدود لبضعة أيام بسبب مخاوف كييف من أن تقوم موسكو بتهريب أسلحة فيها إلى المتمردين الموالين لروسيا. وبعد دخول القافلة اتهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني روسيا بالاجتياح المباشر لبلاده، فيما حمل مسؤول أمني أوكراني موسكو المسؤولية الكاملة عن سلامة القافلة التي دخلت إلى أوكرانيا. في مصر قتل 33 شخصا على الأقل وأصيب عشرات في حادث تصادم وقع قبل الفجر بين حافلتين سياحيتين في جنوب شبه جزيرة سيناء بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ومصادر أمنية. ولفت وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء إلى أن عددا من السعوديين واليمنيين والروس كانوا بين الضحايا، وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النعاس غلب سائق إحدى الحافلتين المسرعتين مما تسبب في اصطدامهما. أعلن منسق الأمم المتحدة حول فيروس إيبولا أنه يريد تشكيل هيكليات صحية لمواجهة تدهور جديد للفيروس إذا اقتضى الأمر. وقال من مطار كوناكري في بداية جولته على الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس: إما نحن قريبون من مرحلة أكبر للمرض وعلى أن يتراجع بعد ذلك، وإما نحن في مرحلة سيشهد فيها المرض انتشارا أوسع، ولكن لا يمكنني أن أبدي أي رأي على الإطلاق. وصلت طائرة تنقل 20 جثة لضحايا ماليزيين قضوا في تحطم الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا إلى كوالالمبور قادمة من أمستردام، وكان عدد من المسؤولين الماليزيين في استقبال النعوش في المطار. ختام النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.